طب يا صاحبي، عشان عارف ان زمانك بتراستر في النت بتاعك بقالك كتير وعمال بتقفل الموبايل وتفتحه، فخليني اقول لك ان في مشكله دلوقتي في فيسبوك وانستجرام وكمان الماسنجر وكمان عندك الواتساب مش شغالين خالص ومفيش اي استجابه ليهم من النت، والمشكله دي عالميا مش المشكله عندك بس، يعني التطبيقات دي مش شغاله حاليا، والمفروض ان المشكله دي تتحل في خلال ربع ساعه او نص ساعه، لان حرفيا الشركه خسرت ملايين في الوقت اللي هي اتعطلت فيه التطبيقات ده، وده بسبب المعلنين اللي هم اعلانات والكلام من ده. فخليني اقول لك ان المشكله دي عند الناس كلها عالميا، يعني مش عندك انت بس، فبطل بقى تكسر الموبايل بتاعك وتقعد ترستر في النت، لان انا عارف ان انت عملت زي كتير كده. وكمان خليني اقول لك في الاخر ان انت عندك التليجرام والتيك توك والتويتر شغالين ومفيش اي مشكله، ممكن تتواصل عليهم لو انت محتاج اي وسيله تواصل حاليا. المشكله دي سببها ايه مش عارفين، وهتنتهي امتى المفروض في خلال نص ساعه. بيس.